معانا تشكيل نادي الاتحاد، عماد السيد لحراسة المرمى، كريم يحيى ناحية اليمين، لوي داميون ومحمد عطوة في القلب، السيد سالم ناحية الشمال، قدامهم اثنين مروان عطية وأحمد نبيل مانجا، قدامهم ثلاثة رزاق سيسيه، كريم ممدوح، عمار حمدي، وفي الأمام خالد قمر. كابتن عادل، رؤيتك الفنية لتشكيل فرقتين، هل هنشوف مباراة مفتوحة؟ وخصوصا إن حسام حسن إحنا عارفينه وعارفين شخصيته، هو دايما يعني بيدفع اللعيبه بحماس وان هم يغيروا على الفن اللي لهم وان هم هيلعبوا النادي الاهلي بطل افريقيا، فدي ده كمان دافع تاني. هل ممكن نشوف من حسام حسن تحفظ ولا نشوف جرأه من اول مباراه؟ طب خلينا اقول لك الاول ان حسام اللي على الورق مكتوب ان هو يلعب 4-2-3-1، مش هيلعب كده، مش هيلعب كده. حسام بيلعب دايما لا 4-1-4-1، لا يلعب 4-5-1. ولكن هو عنده حاجه جيده النهارده، عمار حمدي ناحيه اليمين ورزاق سيسي. رزاق سيسي خفيت حركته هو وعمار حمدي هتعمل لنا مشكله شويه. مع انطلاقات كريم يحيى ده الباك رايت بتاع النادي الاهلي، مع وقفه مانجا ومروان عطيه في وسط الملعب، هو هيشتغل على الشق الاولاني اللي هو ايه؟ اللي هو الهجمه المرتده. علشان كده انا اتمنى من مستر موسيماني ان هو دي مباراه كاس، انا ما استعجلش المكسب. دايما المباريات الكؤوس، حتى انا كنت بطالب كده في ماتش الزمالك لو فاكر يا كابتن ايمن، ان دايما لازم تخلي المباراه تاخد مجراها او وقتها. ليه؟ علشان الضغط المباشر في بدايه مباريات الكاس بتبقى عندك مشكله، لا قدر الله لو حصل اي موقف فالرجوع بيبقى صعب في مباراه الكاس، يعني الرجوع بيبقى فيها صعوبه. علشان كده انت تسير الموضوع، انت هتلعب بطريقه اللي هو ما تخليش مساحات لنادي الاتحاد من ورا في الحته الدفاعيه، يعني انت لازم تبقى بلوك واحد ولكن في نفس الوقت لازم تعمل المساحات فيها سبورت للعيبه علشان عندهم خفيه حركه كتير قوي. أيوة. الخطوره من عند النادي الاهلي هتبقى في مجدي قفشه. ليه؟ لان مجدي قفشه في المكان الميت لاي فرقه. هو تشكيل اللي هو فريقين نازل على الشاشه، ده تشكيل فرقه النادي الاهلي وطريقه اللعب اللي هي يعني انت لو شفت تشكيل النادي الاهلي ما خرجش منه الا دخل بس الا جيلاردو وخرج اجايب، بس خرج لاصابه وليس الاداء. يعني عشان تعرف ما هي فلسفه موسيماني، فلسفه موسيماني اللي هو يحط الفرقه بتاعته بتبقى على طول زي في فرق كتير قوي طول السنه بيلعبوا بتشكيل معين اللي هو الاساسيين، ما بيحبش يغير كتير في الفرقه علشان الريتم والتمبو بتاع اللعب. علشان كده بقول لك ان المباراه النهارده اتمنى من موسيماني انه ما يستعجلش المكسب، رغم ان الضغط في البدايه حاجة مهمة، ولكن احنا اتفقنا في كرة القدم دلوقتي في الضغط الواهي اللي يبين للناس ان انا ضاغط وفي نفس الوقت انا بدافع كويس. مش عادل، عايز اقول لك حاجة. ايوه اتفضل. انا حاسس ان حسام حسن النهارده هو اللي هيضغط، هو اللي هيحاول يبقى له شكل في يعني تقدر تقول 4-5-1 او 4-1. لا يعني تقدر تقول ان حسام، انا حاسس ان هو هيحاول يستغل يعني ان النادي الاهلي خارج بمباراه كبيره. كابتن هاني كان ليك رؤيه في الموضوع ده بتاع تشكيل نادي الاتحاد وطريقه اللعب النهارده؟ بص يا كابتن، هو طبعا النهارده في مشكله عند، مش مشكله هي حاجه يعني، في خط الظهر بتاع نادي الاتحاد النهارده محمد عطوه ولوي داميون دول لعيبه جديده، اول مره يلعبوا مع بعض. اول مره يلعبوا مع بعض النهارده. محمد عطوه كان قبل كده في الاتحاد، بعد كده طلع بيراميدز، بعد كده رجع نادي الاتحاد تاني. طبعا دي تقريبا يعني دي تبقى نقطه الضعف بالنسبه لنادي الاتحاد النهارده، لكن القوه الهجوميه النهارده لنادي الاتحاد برده يا كابتن، يعني انا شايف ان هي عندهم الحته اللي قدام دي ناس كويسه جدا. عندك رزاق سيسي، كريم ممدوح ده لعيب كويس من وادي دجله، عمار حمدي طبعا الطرفين كويسين قوي، رزاق سيسي وعمار حمدي طبعا بالظبط، وكمان مصدر خطوره، وكمان الباكين يعني الباكين سالم لعيب كويس سريع باور بيعمل كروسات كويس قوي وبيعرف يجيب جول. ولكن هو في الناحيه الدفاعيه اقل شويه من الناحيه الهجوميه. اكيد اكيد يا كابتن، مفيش باك ليفت يعني هتلاقي مميز في الهجوم وفي الدفاع، فلازم يكون في ناحيه اضعف من الناحيه الثانيه. بس عايز اقول بس حاجه يا كابتن، عارف ان الوقت خلاص بالنسبه للمستر موسيماني، ان الراجل النهارده التشكيل بتاعه بيدل ان هو الراجل مركز تركيز كامل جدا وموصل ده للعيبه ان النهارده مفيش هزار. النهارده عندنا سيمي فاينل النهارده، نهائي قبل نهائي بطوله كاس مصر، يعني بوصل للعيبه ان الماتش ده مهم جدا. يعني حتى واضح بالتشكيل بتاع كلنا والناس كلها كانت يعني عندها شك ان الراجل النهارده ممكن يغير في التشكيل شويه، يدخل بدري بانون، يدخل الناس الجديده حتى اللي جت، لكن الراجل النهارده ثبات التشكيل بتاعه ده بصراحه يتحسب له، وانا شايف ان هو مركز تماما ان هو ان شاء الله مفيش هزار في الماتش، وهيبدا ضاغط من اول دقيقه ويحاول يخلص الماتش بدري. صحيح. هنشوف هدف الشوط الاولاني ان شاء الله 1-0 النادي الاهلي اول شوط.
كابتن علاء ان شاء الله في اهداف للاهلي اكيد. انت مستني كمال اكيد للاهلي. كابتن عادل انا شايف ان الاهلي ممكن يجيب هدف مبكر كمان. كابتن هاني اتوقع ان شاء الله النادي الاهلي هيحرز هدف ان شاء الله. كل التوفيق للنادي الاهلي.